ملف المهاجرين ملف صعب مع طبعا الأوضاع في تونس بشكل كبير، محتاجين نعرف وصلت لفين. لكده خلوني أرحب بضيفي عبر سكايب الدكتور ماهر المزيوب، عضو مجلس نواب الشعب السابق. دكتور ماهر أهلا بك معنا في إيه الحكاية؟ مساء الخير سيدتي الفاضلة، ومساء الخير لجميع مشاهديكم الكرام أينما كانوا. أهلا وسهلا، أهلا بحضرتك معانا. في البداية عايزين نعرف إيه هي أزمة المهاجرين اللي حصلت في تونس، واللي دعت الرئيس التونسي قيس سعيد إنه يطلع ويقول إجراءات عاجلة لوقف هذا التدفق. هل هذا التدفق حديث العهد ولا كان بيحصل من قديما لكنه قرر التصدي لهذه الظاهرة حاليا؟ حقيقة هناك حقيقة على الأرض والتاريخ والحضارة التونسية. تونس بلد مضيف، الشعب التونسي يحب الضيف ويحب القادم إليه. نحن نستقبل قرابة 7 مليون سائح في بلادنا. الحضارة التونسية فيها جميع الأجناس، جميع يعني الناس، يعني لا ننظر لمعتقداتهم. ودعيني من خلال شاشتكم الموقرة أتقدم باعتذار شخصي وباعتباري ثناء الشعب على كل إنسان حس بنوع من التمييز، بتمييز عنصري، حس بإحساس الألم من تصريحات السيد قيس سعيد. تونس لم تتغير ولن تتغير بإذن الله، هي منفتحة على الحضارات ورحبة بالآخر، ولكن وهذا يحدث في كل الشعوب ويحدث في أفضل العائلات ويحدث في كل القيادات، أن تصاب برئيس عفوا كلمة لا يدرك الجغرافيا ولا التاريخ. هذه الإشكالية، والحقيقة صار في عقل مؤامرات. يعني عندما الإنسان تعترضه مشكلة، الأصل يتجه إلى حلها وليس يرمي المشكلة على الطرف الخارجي أو الطرف الداخلي، ليس له ناقة ولا جمل. نحن نرحب بالأخوة الفارقة، وسيدتي أريد أن أقول لحضرتك، وأنا متيقن أنك تعلمين هذا، أن طيلة أيام الأولى الثورة والثورة الليبية كان لدينا معناها مئات الآلاف من اللاجئين متواجدين، ومن الثورة يعني 2011 إلى 2022 كان هناك مخيمات، إلا في 2022 وقع إغلاقها. يعني تونس صحيح بلد مليون متواضعة الإمكانيات المادية أو الاقتصادية، ولكنه بلد مضيق ولم يتخلى على أخلاقه وأخلاق شعبه أولا ولا التزاماته الدولية، ولكن يحدث أنه رئيس يخطئ كما أخطأ مع شعبه وكما أخطأ مع عدة دول. اليوم أخطأ مع إخواننا الأفارقة، سامحه الله، ونرجو أن إخواننا الأفارقة يسامحونا ويعذروننا. هذه طفرة وستمر وستعود بإذن الله للمجاريح. طيب دكتور ماهر، أنا برضو في نقطة عايزة أفهمها، فكرة الإصرار على أنها أزمة مفتعلة لتغيير الطبيعة التونسية، ونفس التصريحات اللي قالها السيد قيس سعيد هي نفس التصريحات اللي قالها برضو وزير الداخلية، يعني مين اللي هيفتعل أزمة زي كده مع تونس؟ يقصد مين بمفتعل هذه الأزمة؟ هو ذهب بعيدا في تفسيره. نحن يعني ليس فقط تونس، دول شمال افريقيا كلها موجود هجرة يعني اللي هي غير يعني في المسالك الشرعيه موجوده، معناها اماكن معناها افريقيا ما بعد الصحراء، هذا موجود واقع موجود، ولكن بنسب مختلفه، ولكن دائما كانوا متواجدين معنا، يعملون يعني في تونس بكل حريه، يتعايشون يتزاوجون، يعني أمور عادية جدا. لكن الإنسان لما يمر بأزمة مالية قلبه يضيق، وخاصة يعني ليس لديك خبرة. مشكلتنا في تونس مع قيس سعيد ليس أنه مستبد أو أنه دكتاتور أو أنه كذا، هو لديه شهادة جامعية ولكن ليس لديه خبرة لا في الدولة ولا في تسيير الدولة ولا في الدبلوماسية، فهو يتكلم هكذا وكأنه إنسان من عامة أيها الناس.
يعني تصريحاته بتصريحات الحقيقة غير مقبولة. نحن تركيبة الديمغرافية التونسية تركيبة متجانسة متعايشة، سواء كان يعني عرقية أو سواء كان يعني دينيا معتقديا أو سواء كان لغويا. حقيقة نحن نعتز بأن الشعب التونسي من أكثر الشعوب تجانسا في المنطقة، وإن لم نقل كذلك في العالم. يعني مثلا أنه اللغة العربية هي موجودة، معناها موجود بعض الناس في الجنوب التونسي يتكلمون بالبربرة، لا نشعر بأي شيء تجاههم إلا بالحب والمحبة. أغلبيتنا مسلمون مالكيون أشعريون، ولدينا بعض الشيعة، لدينا بعض النبطية، لا نشعر تجاههم إلا بالمحبة. ليس لدينا، لا يطرح هذه الأسئلة تماما. تغيير التركيبة الديموغرافية وأموال وكذا، للأسف في يعني في رؤية الرئيس أو في فكر الرئيس، ويعني وكان خطأ، وهذا الخطأ يجب أن يعتذر عليه. الإنسان يخطئ، الإنسان يتعلم، ولو أنه في مقام الرئاسة الأفضل أن لا يخطئ، ولكن وجب على رئيس الجمهورية أن يعتذر عن هذا الخطأ، وليس هناك يعني معرة أو نقطة، بل العودة يعني على الخطأ فضيلة، لأنه الحقيقة لدينا سنة و 7 أشهر على الانقلاب بعد الدستور اللي قام به قيس سعيد. هذه من أقصى فترات الأزمات التي تمر بها تونس. لدينا أزمة مالية خانقة، أزمة اقتصادية خانقة، واجتماعية خانقة، بالطبع على خلفية أزمة دستورية وسياسية. ولكن الحقيقة أنه اليوم وجدنا أن البنك الدولي، الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، كلهم ينددون بهذه يعني معناها التصريحات، ويقول معناها تعديل فيها ويطلبون الاعتذار. ونحن وانا اعتذر كنائب شعب ان سنه 2018 يعني عملنا قانون اساسي يعني يجب ان يكون 145 معناها نائب يوقعون عليه ويصادقون عليه ضد التمييز الفرد العنصريه. يعني اي انت حضرتك او اي انسان سواء من مصر او من ليبيا او من المغرب او من الجزائر او من فرنسا او اي مكان، ممكن تقول في التونسي اي شيء الا انه عنصري. يعني نحن لسنا عنصريين وليس لدينا حساسيات حتى للافكار الكبرى او كذا. يعني يتواجد نتعايش يعني في البيت الواحد الجميع، ثم حتى معناها يعني البشره السوداء موجوده في تونس، وليس لدينا يعني اشكاليات حقيقيه او صراعات من اجل هذه الاشياء. الناس عندما كما قلت لحضرتك ربما يعني تفتقر الحلول للمشاكل الأساسية، تتجه إلى يعني حربة الطواحين، وتونس تدفع الثمن غاليا. احنا لا نتمنى ابدا ان تونس انها تدفع اي اثمان. تونس دائما كانت بوصله، وتونس دائما كانت امل بالنسبه لينا كمصريين تحديدا، وبالنسبه لباقي الشعوب العربيه. هسال حضرتك سؤال اخير الحقيقه. يعني بقت الازمه الاقتصاديه في تونس زي ما حضرتك ذكرت خانقه، والازمه السياسيه اصبحت هي من اهم واكبر الازمات اللي بتواجه تونس شعبا ونظاما ايضا. والحقيقه المساله يعني كتير من المتابعين للملف التونسي كان متوقع ان الازمه دي هيتم احتوائها بشكل سريع جدا، وان وعي التوانسه والنخب التونسيه والشعب التونسي سيتصدى بشكل واضح لاجراءات الرئيس قيس سعيد، لكن حتى اللحظه هذا لم يحدث. توقعات حضرتك للفتره المقبله وفي حال وجود انتخابات رئاسيه، هل نتوقع ان قيس سعيد يعدل الدستور ويغير زي ما بيعمل في مصر، وواضح ان الرجل اعتاد تغيير الدستور، ولا لن يسمح له الشعب التونسي بذلك؟ لا انا ما فيش صوت استاذ ماهر. لا لا هو تلميح ذكي، لانه حقيقه يعني نحن نعيش نهايه مرحله، نحن نعيش يعني فتره مثل 87 أو 2011 في تونس، ستكون يا 87 يا 2011. 87 كان انقلاب بن علي على بورقيبة، وكان انقلاب طبي، لا ندري في المرحلة القادمة ماذا سيحدث، و 2011 هي ثورة. الوضع لا يمكن أن يستمر هكذا. ممكن أن النظام يبقى،
مع بعض المكياج او بعض المساحيق، لكن السيد قيس سعيد استنفذ اغراضه، واستنفذ لانه هو جاء ليهدف بنايه معينه اللي هي الانتقال الديمقراطي، اللي هي القيم العيش المشترك، اللي هي المؤسسات المنتخبه، وقام بهذا العمل ببؤس شديد، ولكن اصبح ضرره اكثر من نفعه حتى عمن يعني وسوس له هذه الاعمال الشريره والغير الديمقراطيه. اعتقادي جازما ان السيد قيس سعيد اصبح جزء من الماضي حتى لو بقى اشهر او اكثر بقليل، لكن ربما النظام يبقى مع انفتاح يعني معقول او معتدل، لكن هو اليوم يعني محاصر، يعني من انه عده دوليه اصبح منبوذ وداخليا وخارجيا، والبلد ينهار للاسف. يعني اليوم امس البنك الدولي يقول انه علق جميع مشاريعه في تونس من 2023 الى 2026. اذا البنك الدولي يعني البنك صندوق النقد الدولي كذلك سيتساءل عن بالنسبه للقرض، ويعني حقيقه ندعو الله سبحانه وتعالى ان يحفظ تونس ويحفظ مصر ويحفظ جميع يعني الدول العربيه. ولكن سيدتي نحن في منعرش حاسم سواء كان في تونس او في مصر، وتيقني من هذا. الأستاذ ماهر المزيوب عضو مجلس النواب الشعب السابق، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وتمنياتي لتونس بالحرية، وزي ما بتمنى لمصر كده بالظبط الحرية، لأن الحرية هي اللي ممكن تحسن أمور كتيرة جدا جدا، هي اللي ممكن تغير حياة الناس بجد لما يكون عندهم قدر من الحرية والمشاركة السياسية الحقيقية.